سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذه السيدة وهذا الرجل، هذه السيدة الفنانة وهذا الرجل الفنان، كل منهما متعمق ولا يأخذ الفن بسطحية أو بكلفته. هي صوت أخاذ نادر وأداء صادق معبر، وهو ألحان أصيلة تشق طريقها إلى القلب بأسرع طريق. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنانة المطربة سعاد محمد والفنان الملحن عبد العظيم محمد. اهلا، مساء الخير. اهلا مساء الخير. يا ترى ايه اللي جمعكم دلوقتي؟ والله احنا ما بنفترقش ابدا، يعني ويعني في شغل ما فيش، احنا دايما مع بعضينا على طول. يعني دوتكم حلو، يعني بتجمعكم الصداقه والفن معا. الصداقه والفن والاسم يعني والاسم سعاد محمد عبد العظيم محمد. يعني انتوا اشقاء روح، يعني في ترابط موسيقي بيننا. يمكن الناس يفتكروا انكم اخوات. لا ما فيش مانع، اخوات في الفن برضه. اخوات فنيا، يعني اخوات فنيا. يا ترى كان اول لقاء ليكوا سنه كام، وحصل اللقاء ازاي وفي اي اغنيه؟ والله هو انا فاكر من تقريبا 12 سنه عملنا اول جماهير الشعب، يمكن عملنا حاجات وطنيه واذكر حاجه عاطفي، حاجه دينيه اللي هي اللي هي على بابك. على بابك. ايوه. على اي حال، هو الطابع العام فعلا انكم فنانين ملتزمين وعلى خلق فعلا، فلازم يجمعكم على الاقل الناحيتين، الناحيه الوطنيه والناحيه الدينيه، الى جانب النواحي الاخرى. لا الحمد لله، يعني اجتمعنا كثيرا في يعني اغاني وطنيه واغاني دينيه وعاطفيه كمان، يعني بس مش اكتر من الدينيه والوطنيه فعلا يعني. طب ممكن نسمع كده لون من الالحان اللي جمعتكم في البدايه؟ اول ما غنينا. ايوه، اول حاجه على بابك. ده لحن ايه؟ على بابك. على بابك دي أغنية دينية. أغنية دينية. على باب الله يعني. على باب الله. يعني دي مناجاة. مناجاة. مناجاة لله سبحانه وتعالى. سبحان جل وعلا. بحبك وانت اعلم بي حبيبي، انت يا ربي بحبك وانت اعلم بي، بحبك نور ملا روحي، وحبك نور ملا قلبي، وحبك توبة موهوبة لكل اللي يقول توبة، ولو ذنبي وندم قلبي، ندم قلبي على الذنب، أنا بذنبي على بابك، ومين يغفر سواك يا رب؟ سبحان سبحان جل وعلا شانه. الله الله، رائع. دي أغنية القديمة الحقيقة، يعني احنا مش فاكرينها كويس، بس ده شيء جميل الحقيقة ومليانة صدق. وبعدين الحقيقة الكلام باستمرار على الإنسان لما بيتكلم عن إنه هو مذنب، وهو طبعا إنسان بالطبيعة مذنب، يعني بيتحمل كثير. باخد بالك، فبتحس انها قريبه قوي من القلب. يعني اول ما الواحد بيقول لربنا يا رب انا غلطان، انا مذنب، انا
عملت كذا وكذا سامحني، تحس على طول بالقرب من الله يعني. لا شيء جميل جدا مدام سعاد. أيوة. يعني انا ملاحظ، ما اعرفش الملاحظه دي على حق ولا مش مظبوطه، انه انت ملتزمه بخط الطرب. لا انا بغني مثلا قصايد، بغني ديني، بغني وطني، بغني عاطفي، وبغني خفيف، وبغني كبير، يعني كل حاجه متهيألي. بس النواحي الخفيفه عندك قليله، لانك مطربه من الوزن. معلش انا يعني مطربه ليكي ثقل، ما انتش مطربه. لان الاغاني الكبيره ما حدش يقدر يغنيها. عشان كده بحب اغاني مثلا الكبيره، بحب اغاني الـ 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 القصايد مثلا. مفروض يعني اغني ده وده وده. ما فيش معنى اغني خفيف. انما كمان انت بطبيعتك بتتجهي، بحب الاغاني الكبيره. اللي فيها الـ 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 مثلا الأداء. القوه. الاداء القوي مثلا، يعني مش كل واحد يقدر يقولها، مش كل واحده تقدر تقول. لا طبعا. لازم يكون لها باع طويل وقدم راسخ في الفن طبعا. ومعرفه باصول الدروب وغيرها، مش كده؟ صح مزبوط. طب استاذ عبد العظيم، بالمناسبه ممكن تقول لنا في رايك ايه الفرق بين الغنى وبين الطرب؟ ان اي واحد ممكن يغني، يعني ممكن انا يعني خلي اي واحد قاعد معانا يغني مثلا ويغني على طول وبسهوله جدا. الاستاذ محمد بيبرس زوج مدام سعاد. لا مش ممكن. هذا لا يمكن يغني فيه. هو قاعد معانا بيقول لا يمكن باصرار. دلوقتي متجوزاه 13 سنه. الله وكيلك، لا يمكن ودنه. يعني انا بسجل بس بيفكرنا بحاجات كويسه يعني. معلش انا بيفكرني في كلام مثلا، لما بكون ناسيه كلام بيفكرني، هي دي الحسنه الوحيده اللي فيه. اما بس ودنه مش ممكن تكون موسيقية. لا يمكن. هو يبتدي يغني عشان احنا نفتكر كل حاجة، عشان نوفر على المشاكل. تخيلي الى جانب انه بيفكرك بيلهمك ايضا. هو الالهام يعني. بس انا بكون بتمنى يعني لو كان مثلا ودنه حلوة موسيقية. والله ودنه حلوة وشكله حلو. بالنسبة للطرب، مفروض ان احنا عندنا اصوات معينة هي يعني تقدر تأدي هذا اللون. انا اعتقد ان دي يعني ميزة في مدام سعاد، ان هي مطربة يعني فعلا صوت اصيل ومتمكن، ومش اي حد يقدر يقول الحاجات اللي هي بتقولها. يعني مثلا اللحن بتعمل شكل معين من غنوة، هي بتحولها الى طرب. يعني اردت او لم ارد، يعني بتحولها طبيعي يعني. وحتى كتير جدا بيحصل بيننا يعني جذب واخد وشد وخناقات، يعني حتى محمد بيسيبنا ويمشي يعني. يعني احنا قاعدين كده مثلا في التسجيل، الاقيها مثلا يعني بتطرب زي ما يا ستي احنا عاوزين نقول ده، وتحصل الخناقه ويحصل الجذب وكده، لكن يعني بنوصل النتيجة كويسه الحمد لله. لكن يعني الاتجاه العام للاجيال هو نحو الطرب. هل تظن او تعتقد ان هذا اللون من الوان الاداء ممكن ان يستمر طويلا مع الموجات الحديثه؟ هو احنا عندنا التطريب نفسه لا يمكن ينتهي، بطول ما في عندنا اذان وفي عندنا قران وفي عندنا مشايخ وقراءات، واحنا بطبيعه الشعب العربي يعني يميل للقفله. يعني يقول لك ده ما في قفله هنا يعني، لازم كده هو بس يحس ان في بدايه ونهايه. لكن حتى لو جديد، انا في رايي ان احنا لو يعني تابعنا التطور وعملنا الاشكال الانماط الجديده، يجب نحافظ على شرقيتنا فيها، الا يعني حنضيع في الزحمه. يعني طالما الودن الشرقيه مرتبطه بالمقامات والترتيل الديني والطابع الطابع الشرقي الاصيل، والا هننسلخ عن جلدنا ونبقى مش ممكن احنا نطلع عن طابعنا ابدا. طيب مدام سعاد، ممكن تديني لمحه سريعه عن رحلتك في الفن؟ ازاي بدات يعني اول ما اشتغلت؟ لا وما قبل هذا، يعني انت منين وجيتي مصر؟ أنا ازاي؟ من بيروت. ايوه بس الاصل مصريه، الاصل يعني جدي. راح جدي لبنان طبعا، اتجوز لبنانيه، وبعدين جينا احنا وابويا مش عارفه ايه، بقينا احنا لبنانيين، لكن الاصل احنا مصريين بس. وبعدين اتولدت في لبنان، وبعدين انا كان ابوي صوته حلو، هو ما رضاش يسجل لا اسطوان ولا اي حاجه باعتبار ان ده عيب، ده كان من قديم عيب. وبعدين انا لما طلعت كان عمري مثلا 8 سنين، سمعني واحد اسمه ابراهيم علوان، هو بيغني دلوقتي لغايه دلوقتي في الاذاعه اللبنانيه، اخذني وقال لي هسمعك للاذاعه. فعلا سمعوني في الاذاعه، كنت صغيره 8 سنين، قالوا لما تكبري هنشغلك في الاذاعه.
رجعت تاني البيت. بعدين جه هناك في واحد اسمه حبيب الدندشلي بيعلم القديم يعني التواشيح والأدوار القديمة. بقيت اتعلم يعني قال لي لازم تتعلمي حاجات يعني قديمة عشان يركز صوتك مثلا زي تمرين. عرفت ازاي؟ فعلا انا اتعلمت القديم والحاجة دي. جيت جه محمود ذو الفقار لبنان سمعوني، سمعت يعني سمعني في لبنان الأستاذ محمود الفقار، وبعدين قال لي عايزة أخذك فيلم. قلت له طب ما فيش مانع. جيت مصر سنة دي 48. أي معلش دي كبيرة معلش. اللي هي أي كبيرة؟ يعني مسافة كبيرة مش كده؟ لا لا لا، أنت يعني كتلة شباب وحيوية يعني بسم الله ما شاء الله. بس دي الحقيقة والله العظيم. سنة 48 عملت فيلم فتاة من فلسطين، غنيت يا مجاهد في سبيل الله، بنت البلد حدلكم على السعادة كلكم، عمري ما رحت المدرسة ولا قريت الفلفسة دي من ضمن الكلام. أغاني الحقيقة حلوة كانت. بعدين رحت لبنان وغنيت في بلاد العربية كلها، ورجعت تاني مصر مثلت فيلم أنا وحدي اللي فيه يا حبيبي رسول الله، القلب ولا العين، في الأغاني الحلوة اللي أنا ما اتشهر فتح الهوى الشباك، الأغاني اللي مشهورة فيها أنا. وبس استمريت في بقى في الصراع الفني والحاجات دي حتى أصبحتي سعاد محمد. بس مش هو ده اللي أنا عايزة لغاية دلوقتي، مش هو ده اللي أنا عايزة. طب ممكن أعرف اللي أنت عايزاه إيه؟ يعني أنا عايزة مثلا اشتغل يعني احسن من كده، يعني انتج اغاني اكتر من كده، اسمع الجمهور اكتر من كده. يعني انت يعني انت بتحسي انك انت ما خدتيش مكانك اللي تستحقيه لغايه دلوقتي؟ لا ما خدتيش مكانك. لا ابدا. هل ناس غيرك اقل مقدره واقل كفاءه ما شاء الله اخذوا اقل اصوات ايه سبب؟ والله ما اعرفش انا الحقيقه. يمكن لاني انا دغري او صادقه بالكلام، صادقه في كل شيء. هو ده يمكن اللي انا بعدني شويه عن الجو اللي ما اخدش مكانتي. ما ده اللي انا محيرني. انا اولا ما فيش حد قد بيحب فنه يعني. هو فني قبل كل حاجه، روحي هي فني. جد يعني استاذ عبد العظيم عاوز يبدي رايي في الموضوع. يعني مدام سعاد يمكن فعلا انتاجها قليل بعض الشيء هنا بالنسبه للقاهره، لكن بالنسبه انا حسيت مثلا في حرب 10 رمضان انا حسيت ان سعاد محمد رغم انك ما كنتيش موجوده، انت ما كنت موجوده في كل عمل كان بيقدم يوميا. ودي حسيناها فعلا، وكان كل حاجاتك يعني ماشيه وماشيه مع التيار الموجود وكل حاجه. لا هم فعلا في اغاني يعني في اغاني الوطنيه. لا لا لا، هم في اغاني الوطنيه الحمد لله هم يعني بيحطوني قوي، او اغاني الدينيه بيحطوني قوي، اما الاغاني العاطفيه بيبعدوني. دلوقتي انا مسجله لحضرتك كذا أغنية عاطفيات بيحطوهم. لا احنا ان شاء الله يعني نرجو ان احنا نأمل في مشروع قريب بإذن الله، ونعمل الأوبريت ونقدر نقول اللي احنا مش قادرين نقوله عن طريق الغنوة العادية، وحنعمله على شكل أكبر بإذن الله، وده هتحقق قريب جدا يعني ان شاء الله. في الواقع انا يعني بصراحة كاملة انا مع مدام سعاد انها مش واخدة حقها فعلا. يعني هذا الصوت صوت نادر، لأن كل الناس والأداء وتمكنها من هذا الصوت وإنها تقول الأنغام الصعبة اللي محدش بيقدر يقولها، لكن فعلا مش واخدة المكانة اللي تستحقها في عالم الطرب. أنا عايزة بس يعني أقول، لأن أنا أخدين فكرة عن الناس إنه أنا قاعدة في بيتي ما بشتغل يعني ما بديش واجبي اتجاه فني. أنا بالعكس أنا وأول واحدة اللي بتحب فنها وبموت في فني، لأن أنا خلقت لفني بس مش خلقت لحاجة تانية. أنا موجودة وأنا دايما بحب أشتغل وأظهر للناس إنه أغنية، وأحب دايما يسمعوا أغنية، لكن مش طالع بإيدي. على أي حال المجال موجود، وانت فعلا لسه في منتصف الطريق، انت في اوج قدراتك، انت في قمه قدراتك، وممكن تبذلي فعلا وممكن تقدمي اشياء جديده. هو البلد والناس محتاجين دايما لاشياء جديده، حيث يوجد شيء جديد الناس بتقبل عليه. انا كل سنه بسجل لي تقريبا 10 اغاني. المهم تكون جديده في كلماتها، في لا يعني قصدي مش جديده يعني اغنيه جديده، لا في يعني كلمات بتقدم شيء جديد. في كلماتها وفي الحانها، من الاستاذ عبد العظيم باخد منه، يعني من الاستاذ الموجي باخد منه، من الاستاذ محمد سلطان، كلهم دول جداد. يعني في ميزه انا بعتقد انها موجوده في مدام سعاد،
اللي هي ميزة اللحن الموزع الهارمونية يعني التألفات الصوتية ده موجود. لما جينا عملنا فيلم شيماء حقيقة يعني إن أي ودن ممكن تكون بعيدة لو كان صوت عادي ممكن الهارمونية والتألفات الموجودة تبعد صوتها عن المقام الأصلي يعني يبقى فيه جنب منها أصوات تانية. بالعكس كانت ودنها سليمة وصحية وماشية مع الأنغام الموجودة بشكل يعني متألف يعني جميل جدا. فإحنا فعلا على رأي الأستاذ طاهر إحنا لسه في المقدمة رغم أن يعني الفنان بكون ممنونة. طيب أنا جاهزة يعني أنا ما عنديش مانع أنا في المقدمة أنا ما عنديش مانع يعني إن شاء الله الطريق يعني اللي أنا عايزة لا ان شاء الله ونرجو ان احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه باذن الله يعني ان شاء قريبا الله يعني. ده انا بكون ممنونه. ال- ال- الواقع انا عاوز اثير هنا موضوع انه اي واحد فنان حقيقي مهما طال الزمن وما خدش حقه بيجي في النهايه ياخد. وابرز دليل على هذا سيد درويش في حياته ما خدش حقه بالكامل وحتى بعد ما ماته فضل فترة طويلة الناس تجهله لغاية ما بدأت الحركة الوطنية والحركة القومية والناس يلتفتوا إلى أنفسهم ويشوفوا مصريتهم الحقيقية فبدأ يبان سيد درويش. بس ده خطأ مش كده؟ آه طبعا. إنما المهم إن الشيء الحقيقي بيظل موجود. وأظن مدام سعاد تقديرا منها لسيد درويش وحبا منها لسيد درويش ايضا غنت له غنتي له ايه؟ انا هويت. ليه اخترتي انا هويت بالذات؟ لانها حلوه دور حلو. ايه حلاوته يعني ايه حلو؟ يعني ما حدش يقدر يغني اي انسان لانه دور صعب. انا اثبت انه انا غنيته احسن ما غناه انا. يعني كان حضرتك سمعته شفت كيف كان كويس. ادى كان حلو والحقيقه طب ممكن نسمع حته منه كده؟ أحب حتى في الخصام أحب حتى في الخصام وبعد وبعد وعني أنا يا ناس يا ناس يا ناس ما هوش حرام.
أستاذ عبد العظيم، يعني ممكن تقيم سيد درويش؟ يعني أنا أعتقد أنك أنت لصيق به، يعني وبتحبه وبتحب ألحانه لأنه هو كان لصيق بشعب، فلكن أنا عاوز أسمع منك أنت رأيك كفنان وكملحن وإيدك على العود، رأيك في ما يقوله سيد درويش. أولا سيد درويش كان بيتمتع بميزة يعني يمكن رهيبة جدا، اللي هو غزارة المادة نفسها. فمش معقول ان سيد درويش اللي يتكلم عن الشيالين وال مش عارف يعني الاعمال اللي اتعملت، وكان حاجات كتير يعني اتعملت المسرح وغزرته واللي كان بيقوله، يعني من ناحيه الكوميديا كان بيعمل حاجات كوميديه، والادوار كان بيعمل ادوار، والصدق المتناهي جدا، ولما بيتكلم عن مصر بيتكلم بمنتهى الاخلاص، لما حاجات اللفتات البسيطه النوبي الصعيدي دي لا ما تجيش الا عن فنان صادق فعلا، انه فنان مظبوط 100% يعني. وبعدين سيد درويش كان اللي قبل منه طبعا كان الادوار والحاجات اللي احنا بنعرفها عندنا في التخت والهنك وبتاعه وما اعرفش حاجات الطويله دي. سيد درويش بدايه يعني حط اول بصمات الموسيقى المصريه الصحيحه في يعني ابتداء بدايه، وبعدين في 5 سنين قدم كل هذه الاعمال، ما فيش شك ان ده يبقى 100% عملاق يعني مش عادي يعني. يعني القيمة الكبرى في رأيك أنه عبر عن الناس، عن الناس مجميع، عن الشعب، المهن، عن كل الحاجات اللي قالها، وبعدين في الأدوار اللي كان بيعملها يعني مصريته مظبوطة 100%. وبعدين يعني كان فيه حاجات مثلا كان في حاجات لي حاجة زي الدنوب الأزرق بتاع شتراوس، كان في إشكال مثلا موسيقيا عالميا أنه قالوا أنه ده يعني سرقوا من هناك، أما جابوا النوتة الأصلية بتاعته هو في مش عارف في لحن إيه وحطوهم جنب بعض، طلع أن لحن سيد درويش مختلف تماما عن الدنوب الأزرق بتاع شتراوس. لا هو راجل كان تقدمي يعني، حتى كان في تفكيره كان سابق يعني عصره كتير يعني. خسارة لو كان عاش يعني كل ده في مدى 32 سنة ولا كان في 5 سنين. هو كان سنه 32 سنه فعلا، في لما مات كان سنه كان 32 سنه، لكن هو فعلا في يعني اللي عمله سيد درويش في خلال الاوبراتات اللي عملها دي كلها 5 سنين، فده فعلا اعجاز يعني مش عادي يعني. خساره مش عادي فعلا. طب مدام سعاد، ممكن تقولي لي علاقتك ايه العاطفيه والفنيه بام كلثوم؟ لا انا بحب صوتها يعني، انا طول عمري بحب صوت ام كلثوم. طيب بس وعشان كده أنا غنيت لأم كلثوم. بس لما طبعا عملت عدة أغاني سبت أغانيها. يعني بدأتي بأنك تغني ابتدأت أغاني أم كلثوم زي نجاة مثلا ما كانت برضو صغيرة، كنت صغيرة ابتدأت بأغاني أم كلثوم، لما عملوا لي ألحان خاصة بي غنيت أغانية بس. هل أنت في طريقة غناكي ماشية على درب أم كلثوم؟ هو هم بيقولوا والله الناس انه انا بشبه صوت ام كلثوم، ما اعرفش بقى ده. لا هو يعني مدام سعاد بتتمتع باصاله الاداء زي ما احنا قلنا، ودي حاجه يعني اساس ام كلثوم، يعني عظمه ام كلثوم الاداء المعجز اللي صادر عن انسانه يعني عدت مرحله الجاذبيه الارضيه في فوق. ف يعني انا اعتقد ان مدام سعاد امتداد طبيعي لام كلثوم، وبس يعني هي لها شخصيتها طبعا ما فيش جدال، لكن امتداد من البحر الكبير وانفصال بشخصيه سعاد محمد دي ما فيش جدال فيها. يعني على مر الزمن شخصيتها هي شخصيه مبلوره حاليا وكل حاجه، وبعدين يعني قريبا برضو ان شاء الله، وانا امل الكثير يعني على من خلال صوت مدام سعاد انها تدي حاجات كتير الجمهور الشعب طبيعي. ممكن نسمع حاجه كده من الحاجات اللي كنت بتقوليها لام كلثوم زمان حتى صغيره كده؟ تفكرينا باللي فات يعني. فجأة اللي فات اقول ايه؟ جزء من الاطلال. يا انا مش ناسياها الحقيقه. قولي اجيبك يعني. نقول هو صحيح طيب. لزكريا.
مش عالية؟ ودي من هنا. الهوى غلب ترارارا ما عرفش ترارارا واطية هو صحيح 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 الهوى غلب ترارارا ما عرفش أنا والهجر قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة الله طلعت واطية طبعا معلش طب أستاذ عبد العظيم ممكن تقول لي بسرعة كده يعني السمات الخاصة بكل الملحنين اللي لحنوا الأم كلثوم ابتداء من زكريا لبليغ في رأيك يعني في علاقتهم بأم كلثوم يعني يعني هو في علاقة يعني متهيألي العلاقة عضوية جامدة جدا ما بين الفنان الكبير الأستاذ رياض السنباطي والسيدة أم كلثوم. أنا بعتقد الاثنين بيكملوا بعض ومش من السهل إن احنا نقارن أي حد تاني جنب منه جنب من رياض مع أم كلثوم. حتى نلاحظ إن كل ألحان الأستاذ رياض مع أم كلثوم يعني ألحان ناجحة وألحان واصلة للناس بمنتهى البساطة ومنتهى السلاسة. أستاذ زكريا عطى لون زكريا أحمد الله يرحمه عطى لون بسيط خفيف فيه الشرقية يعني الأصيلة. الأستاذ رياض كان متطور يعني في حاجاته كتير جدا متطور وبيدي أشكال جديدة وكده. عندنا كمان الأستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب يعني ما في شك إنه أستاذنا كلنا يعني ما نقدرش ننكره أبدا وموهبة خارقة واللي يقول غير كده مش صح وأنا أول ناس بعترف إن من أساتذتي الكبار الأستاذ رياض الصنباطي والأستاذ عبد الوهاب الاثنين يعني. أستاذ عبد الوهاب متهيألي إن من الناحية التجارية كان يعني ناجح جدا مع السيدة أم كلثوم وأول لقاء بينهم هما الاثنين كان فيه لحن الأولاني بتاع أنت عمري متهيألي هو نجح جماهيريا نجاح غير عادي وده مش بعيد على أستاذ عبد الوهاب ومش بعيد على السيدة أم كلثوم. لكن من الناحية التجارية متهيألي إن هذا العمل نجح تماما يعني أنا شفت يعني الحقيقة الناس يعني واقفه هناك على باب الاسطوانات يعني شوارع موجوده مثلا عشان تلحق تاخد اسطوانه وكده ويعني ونجاح غير عادي. فيما عدا ذلك انا ما يعني بقول ان يعني ما كانوش يعني القمم هم دول القمم اللي انا متهيألي ان هم اقرب ناس لأم كلثوم. الأستاذ سيد مكاوي قدم برضه حاجات بس يعني مش هو اللي لسه يعني نأمل على ايديه كتير يعني. بليغ عمل شوية حاجات كويسة كان أحسنها اللحن بتاع ألف ليلة مثال إن ده يعني أهم عمل في كان في لقاء بليغ مع سيد أم كلثوم. في الواقع أنا كنت فاكر أنك أنت فنان وملحن موسيقي فقط ولكن تبين أيضا أنك دبلوماسي. لا والله أتكلم بلغة الدبلوماسية. لا ما دي حقيقة فعلا أنا راجل ما يعني بقول الحقيقة يعني ظريف. طب مدام سعاد انت والسينما انت مثلتي انا مثلت فيلم فتاة من فلسطين وبعدين مثلت فيلم انا وحدي وعملت رابعة العدوية مغنى بس ده كان مغنى يجنن رابعة العدوية وبعدين عملت فيلم الشيماء كمان مغنى فيلم دين الشيماء كمان اغاني تجنن كانت بس ده اللي عملته. طب هل ممكن نسمع منكم بقى دلوقتي لحن عاطفي كده ظريف تفتكري حاجة يا مدام سعاد؟ نقول ايه؟ شيء غريب استحملت كتير وكفاية وانت استحملتي؟ والله استحملت كتير قوي ها
استاذ محمد. لا مش استاذ محمد, استحملت الفن. استحملت الفن زي بعضه. لا لا زي المونديال اغنيه ثانيه اسمها زي السكر. يعني كلامك زي السكر. ده عشانك دي, انت متاكد؟ عشانك دي. بس انا استحملت من الفن. مش من الفن ولا من محمد يعني؟ لا مش من الفن. استحملت كتير وكفاية, أيوة كفاية كلام في الحب. سنة واتنين وانا بسمع منك, بس الامتى عايزني احب. استحملت كتير وكفاية, أيوة كفاية كلام في الحب. سنة واتنين وانا بسمع منك, بس الامتى عايزني احب. انت مفكر ان الحب كلام وخلاص, ولا نسيت اللي انت حكيته عن الاخلاص؟ ده انت فايتني كل منامة, ما بترحمش الناس. استحمل كتير وكفاية, استحملت كتير وكفاية. واحد عاوز يقول مش كفاية. مش كفاية عشان نسمع تاني. حاضر استاذ محمد, انت قاعد ساكت عايزين نسمع صوتك. ما تسمعش واحد يعني تحت امرك. صوته لا نسمع اي حاجة الا صوته. بقى احنا بقى لنا ساعة بنسمع صوتك يا سعاد في عرضك. ما احنا ما قلناش انه وحش, احنا بنقول حلو جدا, بس يعني احنا برضو لنا صوت والله. هو لو في كاميرا كنا أيوه. كنا شفناك. ما انا انفع في التلفزيون يعني. ايه رايك في في الانسان اللي بيكون بيتجوز مطربه او فنانه يعني؟ والله انا اعتقد ان مش كل واحد يقدر ينجح في زواجه من فنانه. أيوه. او بالاحرى هو بيعتمد على الاثنين يعني. يعني ممكن زواج من فنانه او شخص يتزوج من فنانه وينجح, ونفس الشخص يتزوج من فنانه تانية ما ينجحش. فالحقيقة الفنانة لها ظروف معينة ولها عمل معين وارتباط معين بالناس, يجب انه يعني يكون فهمه ويكون مقدره جدا قبل ما يتزوجها, علشان يقدر اولا يكون راضي عن حياته, ثانيا يساعدها في حياتها. لان السيدة في المجتمع الشرقي عموما ولو انها بتعمل زي الرجل, انما ما تقدرش تقوم بكل ما يقوم به الرجل من اتصالات بالناس وكده. فيجب ان هو يكون فاهم شغلها كويس جدا, يحاول يساعدها فيه, يتدخل في الوقت الملائم, وفي الوقت الملائم كمان ما يتدخلش يعني اذا كان شيء يخص عملها من ناحية الفنية طبعا. بعدين هي السيدة كمان يجب انها تقدر ان ده شخص له احتياجات و وله شخصية معينة, وتحاول ترضيها فيه علشان يعني يبقى راضي ويقدم كل اللي هي عاوزاه بنفس طيبة جدا. واعتقد ان احنا يعني الحمد لله جمعنا الاثنين, هي بتقدر هذا وانا بقدر جدا عملك يا فنان. رائع, وربنا يوفقكم دايما. طب سعاد انت عندك اولاد قد ايه؟ اربعة. ايه تحب انهم يطلعوا يشتغلوا في الفن؟ لا. ليه؟ لا والله ما احب يشتغلوا فنانين. ليه؟ ليه؟ لانه انا تعبت كتير في حياتي عشان انا فنانة, تعبت كتير ولغاية دلوقتي بتعب, مش عاوزاهم يتعبوا زي انا, عشان كده ببعدهم عن الفن. كيف تقدري؟ انا بحاول يعني, لكن ده كله شغل ربنا. انا بحاول ابعدهم عن لا الفن. يعني هو عاوز يقول استاذ محمد ان الفن بيفرض نفسه, الانسان الفنان اي عمل مش الفن. يعني ما عادش النهارده المجال انه الاب او الام بيقدروا يفرضوا عمل معين على الولد. انت رايك انه مفيش حد, مفيش مانع انه حد من اولادك يبقى فنان اذا كان فعلا فنان؟ ما يدعيش الفن. اشجعه جدا, بس اعده الاول علميا, واعده انه يكون شخص ناجح جدا ويقدر يتصرف, وبعدين هو يقرر ان شاء الله يطلع فنان, دكتور, محامي, اللي هو عاوزه.
اهو دول يا سيدي من بعد انتاجنا. بعد الانتاج عايزين نشوف كل الانتاج. لا كفايه اتنين بس. ده نتعرف بيهم ال ده اكرم بيبرس. سنه كام؟ 8 سنين تقريبا. 8 سنين. والمدموزيل؟ مدموزيل نهاد عمرها 17 سنه. والاثنين يعني فنانين. اكرم صوته حلو ونهاد صوتها حلو كده. طيب نحب نسمعهم يعني. سي اكرم قول لنا حاجه. سي اكرم ده ايه؟ أكرم. ما شو يا اكرم قول. طب اتكلم لبناني معاه. عايز اتكلمي على راحتك. خلي راحتك خالص. اكرم شو هتغني؟ غنى المراكبي. غنى المراكبي. حاضر يلا قول. غنى المراكبي قال ما تصنوا عالنبي انا راجع للكنال ومعايا مركبي رايحين على بورسعيد نبنيها من جديد ونخلي نور فنارها عالدنيا شمع تقيد وفي كل صبح فرحة وفي كل ليلة عيد يفتح قلب الصبية وينور للصبي ما تصلوا على النبي صلوا على النبي صلوا 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 على النبي. ده انت هايل. ده بيندمج ويأثر على الطبقة كمان. لا والله اتعليتها من الاول يا ابني. بس ودنه حلوة. لا ودنه حلوة الحقيقة بس هو الطبقة واطي عشان كده هو خايف كمان. طب والمدموزيل احسن معك اغنية قديمة شوية بس انا عشان بحبها برضو من اغاني ماما. طبعا طبعا انت يلي كلامك زي السكر قولي كمان ده انا شوقي بيكبر يلي كلامك زي السكر قولي كمان ده انا شوقي بيكبر قول عن حبك حبك ياما ده احنا بعيد عن كل ملامة قول عن حبك حبك ياما ده احنا بعيد عن كل ملامة وانت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر وانت غناك زي السكر. لا حاجة جميلة والله. يعني هو فعلا ابن الوز عوام مش كده؟ هو فعلا الصوت بيبقى سلالة يعني طلعوا زي بعض. افندم استاذ محمد بتقول سلالة يعني عاوز اقول انها بتقصد وراثة طبعا بس باللهجة اللبنانية. سلالة ايه وراثة. طيب زي بعض سلالة برضو سلالة. ماشي الحكاية. طب مدام سعاد انت قلت لي ان ليكي الحان خفيفه انه مش كل اغانيكي من النوع الثقيل وكده يعني. لا صوته حلو يقدر يغني كل حاجه. هسمعك اغنيه الاستاذ عبد العظيم اغنيه خفيفه. ممكن نسمعها استاذ؟ ايه اللي هي ايه؟ هلا بالورد. اهلا بالورد. لا هلا بالورد. يا هلا يعني اهلا بالورد. يا اهلا بالورد. هو كان في وقت ان احنا عايزين نقدم حاجه بسيطه يعني هو يعني بتنتابنا حالات يعني كده بصراحه فكان في يعني موجه كبيره جدا من الاغاني الخفيفه فاحنا حابين نعمل الغنوه الخفيفه برضو على صوت سعاد انها ممكن تقول الغنوه الخفيفه رغم انها بتقول القصائد والتوشيح و و و وانا هويت فبتقولها يعني هلا بالورد يعني كالون من الوان الغنوه البسيطه هلا بالورد يا لما هلاوة حبيب ومغرم بالهوى صبابة ناس دلوا حالة بنت الأمارة جاب الأهل ومعاه القرابة هلا بالوان يا لما هلاوة حبيب ومغرم بالهوى صبابة ناس دلوا
على بنت الأمارة جاب الأهل ومعاه القرابة. هلا بقى الورد يا لما هلا بقى الورد يا لما هلا بقى حلوة اللي شعورك ليه ورمشك فوق خديك حلوة يلي شعورك ليه ورموشك فوق خديك بيبي على حسنك نصبوا المواويل وغنوا وقالوا يا جذابة على حسنك نصبوا المواويل وغنوا وقالوا يا هلا بقى الورد يا لما هلا بقى الورد يا لما هلا بقى الله هلا بالورد فعلا. هاي أغنية خفيفة ايه رأيك فيها؟ والله ظريفة جدا حلوة جدا. طعمة يعني حاجة طعمة يعني. نسمع بقى حاجة تانية من ألوان سعاد اللي يمكن ما بتتقالش في الإذاعة. لازم بتقلك أنت خصيصا. لا وهي يا ريت يعني إنما هي لا يعني المطرب مثلا بقاله بينه وبين نفسه كده موال يا ليل بتاع بيقولها دي ما بتتقالش طبعا مش أغنية إذاعية ولا سينمائية ولا حاجة. يا ريت نسمع موال. كأنك عبرت عن اللي في نفسي يعني. صحيح. كنت فعلا نفسي أقولها على موال فعلا. ما يتقالش في الإذاعة يعني موال كده لبناني مصري اللي يعجبك. وليه نسمع الاثنين؟ لبناني ومصري. الحقيقة أنا هو موال لبناني. ما بزحلى ومرجع عيون يومين وصدرك حلوة وملعب الخيال يومين ومن عاشرهم سنة وسنتين بتقول يومين يوم اللهم تورخ في الكتاب يا با واطية الطبقة كمان. نقول موال كمان مصري إذا سمحت بقى جميل يعني. عمر الزمان ما صفي للعاشقين ولا راق وجنينة الحب ما بتروى إلا بأسى وفراق أيوه عمر الزمان ما صفي للعاشقين ولا راق وجنينة الحب ما بتروى إلا بأسى وفراق وخول الجنينة العزول ظالم وعمره ما راق
ندر علي انصفي زماني لدعي حبايبنا ندر علي ندر علي ندر علي ندر علي انصفي زماني نادر علي نادر علي نادر علي انصفي زماني لدعي حبايبنا واملا كاسات الهنا بالشهد والترياق. حاجات سلطنه. دي عايزه سلطنه بصراحه. حاجات سلطنه جميله جدا. الله يخليك. مدام سعاد، مين الملحن اللي لسه ما عملكيش الحان؟ لا الحقيقه كلهم عملوا لي الحان، كلهم من عاد عبد الوهاب بس الحقيقه ما ليه ما اعرفش والله، يعني ده حاجه غريبه يعني. فعلا هو عمل لكل الفنانين الا سعاد محمد، مش عاوزه او ما اعرفش ليه. انا بسال نفسي طب ليه ما بيعمل لي الالحان؟ هي ظاهره غريبه فعلا. انما كلهم عملوا لك الحان، كلهم من عاد عبد الوهاب. اشهر الحانك ايه لو قلنا كده مثلا خمس ست الحان؟ مثلا القدس عندي مثلا، الأغنية الوطنية من الوطني يا رب بتاعت الأستاذ عبد العظيم، جماهير الشعب بتاعت الأستاذ عبد العظيم، مثلا يا نازلين البحر، هلا بالورد عندي ببعت له جواب، شيء غريب. دي الأغاني كلها يمكن عشان كده ينجهد. دي دي القديمة. الحاجات بتاعت الفيلم برضو من الحاجات الناجحة، الشيماء مثلا، ولا من حاجات الفيلم التاني فتح الهوى الشباك، فتح الهوى الشباك، القلب ولا العين، يمجاهد. لا قلنا يمجاهد. القلب ولا العين، يا حبيبي يا رسول الله، دي أغاني القديمة دي. الأغاني الجديدة اللي بقول على حضرتك عشان بتاعت الأستاذ عبد العظيم، يا نازلين البحر وببعت له جواب وشيء غريب، دول طبعا ما بيتزعوش. ما عرفش ايه حكايتهم. يعني عدة اغاني ما بتتزعش. في حاجات كتير عدة اغاني عاطفيات ما بيتزعوش. استاذ عبد العظيم، ممكن ناخد باختصار رحلة حياتك؟ يعني انت اتولدت في اي حي؟ انا راجل صعيدي، ما اتولدتش في القاهره اطلاقا. ايه اللي جابك من صعيد لغايه هنا؟ والله دي غريبه، ولمينا على مدام سعاد من لبنان كمان. هو اصلي صعيديه انا كمان. هو الحقيقه ان انا يعني يمكن مش معروف ان انا راجل معايا دبلوم مدارس ثانويه صناعي، يعني اصلا من مينا الصناعيه، وبعدين اتربيت في بني مزار وعشت في بني مزار، واصلا يعني حبيت المزيكا ومن صغري، ما يعني مش ما خدتهاش كده. كنت يعني اقرا قران كويس جدا في الكتاب زي ما كنا بنتعلم، وكان يقولوا لي برده يا شيخ عبد العظيم وكده وحاجه كده. فلغايه ما خدت دبلوم مدارس صناعيه، فكان اول حاجه عملتها بعد ما خدت دبلوم مدارس صناعيه جيت على القاهره على طول واشتغلت، وابتديت التحقت بالمعهد العالي للموسيقى المسرحيه. كنت بشتغل في كليه الهندسه مدرس عملي، وبالليل بدرس الموسيقى في المعهد العالي، لغايه ما خدت دبلوم المعهد العالي. يعني كانت حطيت رجلي على، يعني بدايه الدبلوم دي كانت حطيت رجلي على الموسيقى فعلا، على الخط الموسيقي، وابتديت وحولت من كليه الهندسه للمدارس الاعداديه، وما زلت مدرس اعدادي موسيقى لغايه النهارده. وابتديت اقدم حاجات ابتداء من سنه 52 وطالع. اشهر حاجاتك ايه؟ والله هو في حاجات انشهرت، يعني ما 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 يعني ما كنتش اقصد انها تنشهر، لكن يعني مثلا حاجه اسمها فيها جون انشهرت بشكل غير عادي. عشان كوره. كوره وبصيت لقيتها مشهوره، يعني بعملها كده تريقه، بصيت لقيت الناس بتقول ان في حاجات. في غير الحاجات اللي عملناها مع مدام سعاد، في حاجات برضو انشهرت شويه زي ما كنا عطشان وشربت بتاعت محرم، زي نور الشمس، ماشي كلامك بتاع محمد انديل، الحاجات الوطنيات بتاعت مدام فايدة. اعتقد ان عملت اكبر مجموعة للاغاني الوطنية، العبور ومنصورة يا مصر وحاجات كتيرة.
طب هل ممكن برضو ناخد جولة سريعة مع ألحانك، خصوصا ألحانك الرمضانية، يعني ألحانك الخاصة بالمهن ونداءات الباعة وبيع الرسوس ومعرفش وحاجات المتصلة برمضان كده، ناخد لمحات يعني من كل لحن. هو فعلا أنا قدمت في يعني برامج في التلفزيون وبس، بكل أسف أنا معيش النوت الموسيقية بتاعتها، يعني دي الحاجة اللي عملت، يعني عملت برنامج حرفي لكل الناس اللي يعني كان فيه 17 مطرب بيغنوا وفعلا. طب ما انتش فاكر ولا 4-5 منهم؟ لا والله كل أسف ما فاكر منهم كام من 17 دول. لا مش فاكر الألحان، يعني الألحان كلها مكتوبة نصلي يعني الوحاشة فيها أنا ما بفتكرش، فكل حاجة بكتبها يعني وبتبقى موجودة يعني. الحاجات اللي في حاجات اللي مثلا اللي هيحضرني على طول برضه هقول زي ما كنا عشان بتاعت محرم. تعرف لما بقابلك يوم ما بحس بإيه، تعرف لما بقابلك يوم ما بحس بإيه، زي ما اكون عطشان وشرب، زي ما اكون زعلان وفرح، زي ما اكون عطشان وشرب، زي ما اكون زعلان وفرح، زي ما اكون تعبان وارتاح. ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي، يا حبيبي يا حبيبي. وبعدين في لحن يعني كنت عملته برضو في رمضان لشريفة، بيتقال في النصف الأخير من رمضان بمناسبة يعني. تم البدر بدري والأيام بتجري، تم البدر بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري والله شهر الصيام، والله لسه بدري والله شهر الصيام. أضحك. طيب مدام سعاد، أي ايه اللون من الاغاني اللي انت حاسه انك انت لسه ما قلتيهش ونفسك تقوليه زي ايه يعني؟ لا الحقيقه انا قلت كل الالوان. أي. يعني انا مرتاحه على فكره، انا هسجل الادوار بتاعت سيد درويش كلها، كل الاغاني بتاعت سيد درويش. رائع. مش بس الادوار، الاغاني بتاعته والاوبريتات اللي بيقول عليها الاستاذ عبد العظيم، كل الاغاني دي هسجلها. طب ده عمل عظيم بجد. اه يعني. فعلا عمل يعني مثلا زوروني والحاجات دي كله كله. طب ما تسمعينا كده حاجه؟ لا انا لسه يعني نتكلم في الموضوع ده ان شاء الله في السنه دي، هنسجل عده اشياء. يعني لسه الحقيقه مش حافظه حاجه. طب ايه الاله الموسيقيه اللي بتحب تسمعيها منفرده؟ بحب القانون، القانون العود كمان. الكمانجة من الحفناوي، والكمانجة بتبقى حلوة معاه. وانت استاذ عبد العظيم ايه الآلة المنفردة؟ والله يعني هو كل آلة منفردة بتبقى جميلة، حتى لو الإيقاع يعني، لو إيقاع يعني بيبقى. لكن الأقرب إلى نفسك ايه؟ لا هو حقيقة يعني العود، عشان يعني مولود معايا وانا مولود معاها، مولودين مع بعض احنا عارفين يعني. مثالي ان في صداقة بتربطني بينه بس يعني. طب ما نسمع منك كده عزف على العود، عزف منفرد. جميل. طب مدام سعاد، ما عرفش في خطر في
في ذهني دلوقتي واغفري لي ان انا مصر عليه. يعني انا نفسي اسمعك بتغني لراجل وليكن عبد الوهاب، ايه رايك؟ الحقيقه انا مش حافظه له ولا اغنيه، لكن انا في اغنيه يعني في اسمها حب الوطن فرض علي، ده مشهوره جدا. عظيمة وحلوة. أغاني عبد الوهاب ده أستاذ كبير ما نقدرش نقولها مع بعض يعني. بس فكرني فيها يعني، أنا الحقيقة مش حافظها كويس. طب حب الوطن فرض علي، أفدي بروحي وعلي. حب الوطن فرض علي، أفدي بروحي وعلي. ليه بس ناحي البلبل ليه فكرني بالوطن الغالي؟ ليه بس ناحي البلبل فكرني بالوطن الغالي؟ قضيت أعز شبابي فيه وفي حبايبي وخلاني. الحقيقه احنا مش حافظين الكلام. لا احنا موجود المقطع بتاعتي دين 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 دين. لا احنا موجود فيه يعني. انا اصلا زي ما كانوا بيقولوا ان انا كان بغني في الاول لان متهيألي ما فعتش. بالعكس ده انت صوتك جميل جدا. لا هو مش جميل ولا حاجه يعني، انا كنت فعلا متاثر بالاستاذ عبد الوهاب جدا. فيعني متهيألي ان انا يعني ارضي غروري ان انا ما منفعتش ان انا كان مطرب واجرب فيه كنت. جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت، سأبقى سائرا إن شئت هذا ما بيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري أنا، لا أذكر شيئا من حياتي الماضية. أنا لا أعرف شيئا من حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تدرك ذاتي؟ أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير؟ أين جهلي ومراحي وأنا غبت غريب؟ أين أحلامي وكانت كيفما سرت تسير؟ كلها ضاع ولكن كيف ضاع لست أدري. يا سلام يا أخي، أنا لست أدري إزاي تقول على نفسك إنك ما بتغنيش. ده كله يعني الأستاذ عبد الوهاب فضل على كل حاجة، وإحنا يعني
اتعلمنا منه ودرسنا منه فما يتنسيش من نفسي ابدا يعني. مدام سعاد ممكن ارجع بيكي بضع سنوات الى الوراء ونشوف كده ذكريات اول اغنيه عملتيها اللي هي برضو من اشهر الاغاني اللي انت عملتيها. اول اللي هي يمجاهد. اغنيه يمجاهد في سبيل الله اول ما غنيت في حياتي. بذكر الاغنيه دي كنت انا اول ما شفت الاستاذ رياض الحقيقه خفت. استاذ طبعا كبير وانا كنت صغيره. كان صغير هو كمان شويه عن كده طبعا. اما الحقيقه حطوني في زي كرسي او ترابيزه عاليه وقفت عليه عشان اطول الميكروفون. كنت صغيره خالص. تقريبا كان عمري 12 سنه. ما انتش طايله الميكروفون. مش طايله فعلا الميكروفون. حطولي الترابيزه كبيره كده وغنيت. وبعدين يمكن كان مسموع صوتي كان مسرسع مش كده. كان يا مجاهد في سبيل الله مش عارفه ايه. كان صوتي فعلا وحش كده. لكن دلوقتي اسمعك اياها صوت ركز صوت حلو دلوقتي. كل حاجه ركزت مش الصوت بس. لكن ذكرياتك ايه يعني؟ يعني كان احساسك ايه ورياض قال لك ايه وقلت له ايه وكده يعني؟ انا اول ما غنيتها قال لي يا بنتي مش كده ما تغني كويس. قلت له كيف بدي اغنيها؟ قال لي يا مجاهد صار يعني علمني ازاي اغنيها. الحقيقه ما كان صوتي رفيع قوي قوي. طب يعني ما اقدرش اقول اكتر من كده. قال لي بس يعني قولي في رجوله شويه او في مثلا في عرض صوتك مثلا. ما اقدرش اعرضه ما هو صوتي رفيع اعمل ايه؟ طب اكتر من كده في رجوله. لا لا هذه متاسفه فيها. طب نسمعه بانوثه بقى. يعني هلا تخن صوتي ركز عرفت كيف. يا مجاهد في سبيل الله ده اليوم اللي منتمنى. يا مجاهد في سبيل الله ده اليوم اللي منتمنى. طول يا بطل ما معانا سيوف الدنيا يا ما بكره تشوف. احنا عرب اصلنا معروف فن الحرب احنا بدعنا. يا مجاهد في سبيل الله. والله ظريفه جدا. ايه رايك بالصوت دلوقتي؟ هايل حلو. يعني عايش. احسن ما تغنى لفلسطين هو ده والله جد. طيب الحقيقه كاي شيء بيصل الى مداه وبينتهي مضطرين ايضا ان احنا نصل الى نهايه السهره للاسف الحقيقه. وبحب اقول لكم تحبوا تختتموا هذه السهره بايه؟ يعني برضو بنسمع حاجة ليكم انتوا الاثنين قاعدين مع بعض في أغنية أنا بعتز فيها الحقيقة الأستاذ عبد العظيم. هي شيء غريب وكلماتها للأستاذ محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب محمد. دي بعتز فيها الحقيقة. وهي طويلة الأغنية طويلة. دي أول عمل أنا والأستاذ أغنية طويلة كبيرة. عمل كبير يعني. طب نقدر نسمع جزء منها؟ يعني يحضركم دلوقتي ولا لا؟ نقول الجزء الاولاني. يعني هي محاوله ان احنا نقول اللون المصري بطريقه يعني جديده شويه في الاداء. ومدام سعاد متهيأ لي يعني اعطتني اكتر مما كنت اتوقع يعني. الله يخليك. طيب طيب كافي
ترجع بس ايه مش هتلاقيني روح وجافي وحب وحب تاني روح وجافي وحب وحب تاني اجري واهرب من زماني وحب تاني روح وجافي وحب وحب تاني اجري واهرب من زماني شو تلاقي في ميل حناني شو تلاقي في ميل حناني شو تلاقي في ميل حناني شوف تلاقي في ميل حناني شوف وين فرحت في يوم ولا انا لك نوم وين فرحت في يوم ولا جالك نوم وين فرحت في يوم ولا جالك نوم من ندم واللوم اديني يا سلام هايل والله وكمان معاني الاغنيه او جوها جديد كلامها حلو كمان طب مدام سعاد احنا متشكرين ليكي قوي على السهره الظريفه استاذ عبد العظيم محمد مش عارف اشكرك ازاي الحقيقه اللي سعداء جدا ومتعه الالتقاء بيكوا يعني حقيقي نرجو ان يعني تتكرر اللقاءات احنا بيسعدنا ويشرفنا احنا نرجو فعلا شكرا 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 جزيلا شكرا استاذ محمد الله يخليك استاذ محمد ايه بس بس ما كانش في حاجه ما قدمتش حاجه انت صاحب البيت وصاحب الزوجه انت ملك الزوجه شكرا جزيلا مع السلامه أيها السادة شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة لكم مني أطيب المنى طاهر أبو زيد.